تصاعدت المخاوف بشأن المساعدات الإنسانية في غزة في أعقاب قرار إسرائيل حظر عمليات الأونروا، حيث شهد فلسطينيون يتجمعون للتسجيل للفحوصات الطبية في مركز صحي تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة. وأثار القانون مخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في غزة بعد أكثر من عام من الحرب. يذكر أن الأونروا التي توظف الآلاف من سكان القطاع في غزة توفر أيضاً الإمدادات الأساسية من المساعدات الغذائية والطبية بجانب تشغيلها عشرات المدارس. قرار مجحف، لأنه إحنا شعب غزة كله عايش على المساعدات وعلى الأونروا، وهذا قرار لا يستحق الشعب الفلسطيني هذه المكافأة منه من الكنيسة، وصوتت ضد الشعب الفلسطيني وللأونروا، وهي هي اللي قايمة على هذا الكلام في المساعدات والحياة الشعب الفلسطيني في غزة وغير غزة والضفة والشتات والمناطق الأخرى بالنسبة للشعب الفلسطيني. تصويت خاطئ، لأنه الأونروا بتساعد قطاع غزة، المساعدات تمنح لكل الشعب الفلسطيني، وهذا تصويتهم خاطئ بالنسبة اللي صوتوا عليه. هذا بدهم يجوع الشعب ويحرم الشعب من كل حقوقه. إذا بتقفش معانا الدول العالم كلها مجتمعة ضد القرار هذا، وإلا أن إسرائيل حتجمد كل شيء عنا، كل المؤسسات حتتسكر من عنا، ما فيش يعني اللي إحنا الشعب اللي بيستفيد استفادة كبيرة، والاستفادة الوحيدة من الإدارة.